ولو اني تمنيت لو قيل مرتبطين بقطع القدم او بهذه السياره، ولكن ما عندي مانع انني نعطي برضه واحد. اولا الجزائر عمرها تطرد ولدها، فلذلك لا تبالي عمرها تطرد ولدها. نهار كانت الناس مثلا في وقت كورونا نهار كثير من دول ما قدرتش تدخل ابنائها وما دارت لهمش الحظر الصحي، الجزائر جابت ابنائها من كل جهات الوطن ودارت لهم الحق بالمجان، ودارت مواقف تحريريه يعني غير وديه تجاه الجزائر، وكنقول غير وديه من الناحيه المهنيه. احيانا تنشر اخبار غير صحيحه، احيانا تعتمد المبالغه في بعض الاشياء، احيانا اشياء ايجابيه ما تكلمش عليها خلاص، داخل الوطن الجزائري ما فيها حتى شيء ايجابي.